صباح الخير من جديد، معكم هلا بالفقرة الفنية. رح نتحدث مع المؤلف الموسيقي طارق الجندي اللي قام بجولات فنية عديدة بأوروبا وبالعالم وأيضا جولات عربية. نتحدث عن آخر أعماله وأيضا عن مشاريعه المستقبلية بعالم الموسيقى والتأليف الموسيقي وغيره. ومنصبح عليه ومنرحب فيه. أهلا وسهلا فيه. صباح الخير. كيفك طارق؟ خليك. أهلا وسهلا. يعني بتوقع أنك أنت غني عن التعريف، واستضافاتنا إليك نشاطاتك ما شاء الله دائما نشاطاتك متنوعة وكثيرة، فبتوقع أنه الجمهور لرؤية ولدنيا دينا صاروا عارفينك يعني بشكل كافي، لكن منحب أكثر ونرجع نذكر، يعني يمكن في أشخاص لا عم بيتابعونا من أول مرة، فحدثنا أكثر عن حالك بعالم التأليف الموسيقي ودراسة العود والموسيقى. أنا بلشت دراسة العود من عمر 11 سنة بالأكاديمية الأردنية للموسيقى، حصلت على منحة، درست بالمعهد الوطني وأنهيت دراساتي المتقدمة الماجستير من الجامعة الأردنية. بلشت تقريبا من عمر 11 سنة، يعني وهو شغلي موسيقي، مؤلف موسيقي وعازف عود. أصدرت ألبومين اللي هم بين بين وترحال عام 2008 و2013، وهلأ عم نشتغل على السي دي الثالث. عم تشتغل على السي دي الثاني، إن شاء الله السنة القادمة رح يتم إصداره إن شاء الله. طيب إذا خلينا نتحدث الآن عن الحفلات اللي قمت فيها مؤخرا بأوروبا وبالتحديد بالمملكة المتحدة ببريطانيا، واللي اعتبرت يمكن هاي الحفلة من أهم الحفلات اللي دائما بتقدمها واللي بتحمل اسم الزعاتري، وهي أيضا تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني من الحسين. حدثنا بداية عن جولاتك الأوروبية، ومن بعدها رح نتحدث هيك بتفصيل أكثر عن الجولة اللي قمت فيها بالمملكة المتحدة. بصراحة 2014 كان يعني فيها شغل كتير كويس. نعم. جولة كانت كتير مهمة، ابتداء من فرنسا اللي كانت مشاركتي بمهرجان موسيقى الشعوب الإثنوفونيك اللي يقام كل مرة في بلد، وكان في فرنسا، وهي الدورة كانت كتير مهمة، مثلت فيها الأردن، كان في بس 3 دول عربية من 22 بلد، كان الدول العربية هي الأردن وفلسطين والجزائر، الباقي دول أوروبية، الباقي كلها دول أوروبية من أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية، أستراليا وأمريكا. نعم. قدمت فيها أعمال أردنية آلية، عرفت بالموسيقى الآلية الأردنية، بالإضافة أنه عملنا ورشات عمل لبعض المعاهد الفرنسية للأطفال، وكان في حفلات. نعم. بعدين كان في جولة في النرويج، كانت جولة تحت عنوان سفر، اللي هي كان الهدف منها التعريف بالموسيقى الشرقية، بآلات الموسيقى الشرقية لطلاب المدارس. فعملنا 18 حفلة بالنرويج، كنت أنا عود وعبد الحليم الخطيب قانون وناصر سلامي إيقاع. نعم. هدول ال 18 حفلة لفينا فيهم على أكثر من منطقة وعلى أكثر من محافظة في بال بال بالنرويج من مقاطعة، وكان في عنا كمان حفلة بفنلند أنا وناصر سلامة بالمشاركة مع موسيقيين من فنلندا، بالإضافة أنه قدمنا أعمال اللي هي بألبوم ترحال. مؤخرا كمان رجعنا من لاتفيا بالفوز اللي فازوا فيه دوزانو أوتار. نعم. اللي كنا بنفتخر فيه، اللي هو جبنا ميدالتين. نعم. ذهبيات. أنا بفتخر أني عضو بهذا الفريق. نعم. كمان اللي كان كتير إنجاز مهم. نعم. بأولمبياد الكوايرز اللي صار. مؤخرا رجعنا من المملكة المتحدة، كان في عنا أمسيتين، واحدة كانت في مدينة إدنبرا، وهي الأمسي اللي أنا بقوم بعملها بشكل سنوي. نعم. بمدينة إدنبرا بقاعة من أجمل قاعات سكوتلندا اسمها سانت سيسيليوس هول. نعم. هاي القاعة اللي عم نعمل فيها إحنا الحفلة 3 سنين بحفل اسمه الزعتري. هو هدفه جمع تبرعات لمخيم الزعتري اللي موجود بالمفرق. نعم. دائما بيكون هذا الحفل بالتنظيم من مهرجان إدنبرا، بالإضافة لقسم الموسيقى بجامعة إدنبرا والقنصلية الفخرية الأردنية بسكوتلندا. هذا المشروع بدعمنا فيه بشكل شخصي جلالة الملك. نعم. مشكور، لأنه هذا المشروع اللي إحنا عم نقوم فيه عم نجمع فيه تبرعات للزعتري. يمكن هاي هي يعني أضعف الإيمان. شو الواحد بيقدر كفنان. يقدمه كفنان. نعم. بعتبر حالي صاحب رسالة في قضايا إنسانية الواحد ما بيقدر يتغاضى عنها. إن شاء الله السنة الجاي ما بنجمع تبرعات وبتكون سوريا أمورها انحلت إن شاء الله. الحمد لله أنه التبرعات كل سنة عم بتكون أكثر وأكثر. هاي السنة كمان كان الزعتري في له أمسيتين، الأمسي الأولى كانت في إدنبرا والأمسي الثاني كانت في لندن. لأول مرة بلندن؟ لأول مرة بلندن. بالتعاون مع معهد برونيلي للموسيقى الشرق أوسطية المعاصرة.
قدمت فيها مجموعة من أعمالي بحضور السفير الأردني سيد مازن الحمود وحضور السفارة الأردنية والقنصل، وكانت يعني والجالية العربية والجالية الأردنية. كان حفل الحمد لله كتير موفق. مؤخرا قبل يومين خلصنا خان الفنون اللي هو كان في عندي في أمسيتين، الأمسية الختام اللي كانت في دار الأندى في عمان، وكان في أمسية لنا في السلط. هاي الأمسية حملت كتير طابع جميل، يعني أول مرة كنت أنا بعزف في مدرسة السلط الثانوية. يعني هاي المدرسة اللي إلها تاريخ طبعاً. قديش خرجت زعماء، قديش خرجت قيادات وناس رسموا تاريخ البلد وفكره. هيك تقريبا خلصنا الجولة الأوروبية خلال هاي السنة. ولسه السنة ما يعني ما انتهت، لا ما نحكي عن ما انتهت. ممكن يكون في جولات قادمة الحمد لله. هلأ إن شاء الله الأسبوع القادم رح يكون في عندي حفل بسلطنة عمان بالتعاون مع جمعية هواة العود، بتنظيم جمعية هواة العود رح يكون في عندي حفل، ورح يكون كمان في عندي مجموعة حفلات إن شاء الله بقطر والبحرين جاري الترتيب عليها. فهلأ الجولة العربية رح تبلش بعد الجولة الأوروبية. طيب طارق، حكيت لي بجولة الأوروبية كان في لك يعني جولة بواحدة من المدن الأوروبية، بتوقع حكيت النرويج، عملتوا فيها على تعريف الموسيقى الشرقية أمام المتلقي الغربي. فأحكي لنا كيف المتلقي الغربي بيستقبل الموسيقى الشرقية. إحنا عم نشوف هلأ يمكن أكثر الموسيقى اللي عم الأذن عم بتحب تسمعها وعم بتلاقي رواج كتير كبير واستحسان من قبل الجمهور، اللي هي المزج بين الموسيقى الشرقية والموسيقى الغربية. عم نحس هذا المزج عم بيعمل، عم بيطلع موسيقى رائعة جدا والكل عم بحبها. فكيف عم بتلقى المستمع الغربي هاي الموسيقى؟ المستمع الغربي، وأنا بدي أحكي لك هلأ عن فئة الأطفال، خلينا نحكي مثلا عن فئة 14 فما فوق أو 12 فما فوق. الموسيقى العرقية أو الموسيقى اللي بتحمل هوية وطابع فيها هوية أصيلة بتتلقى استحسان بشكل كتير كبير في أوروبا من الصغار أو من الكبار. والسبب هو أنه كيفية تعليم الصغار على الاستماع للموسيقى واحترام ثقافة الغير. يعني احنا الجولة اللي عملناها ب 18 حفلة كانت متخصصة للمدارس. كان الهدف منها تعريف الأطفال بثقافات دول أخرى. هي التعريف ما كان بس تعريف بالموسيقى العربية والآلات الشرقية، كان تعريف بالأردن، تعريف بثقافة الشرق الأوسط، تعريف بالثقافة العربية، تعريف بأهم الشغلات والعادات والتقاليد اللي موجودة في منطقتنا. هذا الحكي لما بينزرع بالطفل من هو صغير عم بيربى وعم بيطلع بيحترم الثقافة طبعاً. الأخرى، لأنه قبل الآخر بالضبط. فهي كانت هاي الجولة ضمن جولات عم بيقوموا فيها أكثر من فرقة. يعني إحنا كنا الفرقة الأردنية، كان في فرقة من الهند، كان في فرقة أوروبية، كان في فرقة روسية. بتوقع إنه الموسيقى العرقية لأنها بتحمل هوية، في هوية فيها، فبتلاقي استحسان وبتلاقي إصغاء يعني في كل العالم، لأنه بالنهاية بتحمل هوية بتحمل فكر. طبعاً أكيد. يعني احكي لنا أكثر عن الألبوم الجديد اللي راح يصدر زي ما حكيتنا بالبداية العام القادم 2015. الألبوم الجديد راح يضم 10 أعمال آلية جديدة من الشغلات اللي كتبتها مؤخرا من عام 2012-2013 تقريبا لليوم. هو راح يكون بالتعاون مع الجامعة الأسترالية اللي هي SAE، اللي أنا فعليا سجلت معهم ألبوم ترحال واللي هم كانوا الداعم الأساسي. والشريك التعليمي. فرح يكون هذا الألبوم إن شاء الله الألبوم القادم بالتعاون معهم كمان، اللي بلشنا فيه تقريبا تسجيل من أسبوعين. هذا الألبوم رح يضم أعمال على قوالب موسيقية كلاسيكية، بالإضافة لمؤلفات أنا كتبتها مؤخرا، مقطوعات، وفي مقطوعة مثلا مقطوعة وسط البلد اللي عندنا توزيعها. ثيمة الألبوم هو ثيمة عمانية، في كتير من بعض الثيمات التراثية اللي موجودة ضمن الموسيقى بس معالجة بطريقة موسيقية آلية لحتى تظهر الموسيقى، لأنه هذا هو هدف في التعريف بالموسيقى الآلية الأردنية، التعريف بالمؤلفين الموسيقيين الأردنيين. فإن شاء الله بال 2015 بيكون خلص إن شاء الله. طيب طارق، يعني في العديد من الأشخاص والمعجبين سواء بطارق أو بفرقة طارق بشكل عام، يعني بنشاطاتكم الدائمة والحفلات اللي بتقدموها، بحبوا يعرفوا دائما إيش في عندكم أخبار، إيش في عندكم نشاطات أمسيات وغيره، فكيف بيقدروا يتواصلوا معك؟ أي حد بيقدر يتواصل معنا عن طريق الموقع اللي هو www.tariqjundi.com TAREQJUNDI، أو على الجوجل يكتب طارق الجندي بالعربي إلا ما يطلع الويب سايت. الفيسبوك بيج اللي هي الجندي TALJUNDI T
ونفسه على التويتر كمان. التويتر والفيسبوك والويب سايت الثلاثة بيأدوا لبعض، بنحط عليهم كل الأعمال اللي 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 قمنا بتسجيلها، بالإضافة إني بحط عليها كل الأمسيات اللي راح تكون جاي إن شاء الله. ممتاز. طيب ختاما طارق، أنا بدي أتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك، ودائما رح نضلنا نتابعكم أول بأول لكل نشاطاتكم المميزة، لأنكم أنتم بتستحقوا كل الدعم. شكرا لك المؤلف الموسيقي طارق الجندي، أهلا وسهلا فيك.